بسم الله الرحمن الرحيم. بالشفا حبيبي، يلا بقى خف وقوم احسن، يقولوا باب العطار مخلع. خير يا نينا؟ في ايه؟ يكون سيف خد الاعداديه؟ جاتك ايه يا عيشه؟ الواد سيف اتقرت فتحته. عقبالك يا اختي عقبالك. اتقرت على روح مين؟ قصدي على مين؟ على مين ده ايه يا بنت؟ انت بتستعبطي؟ ما انت عارف على سرية بنت الحاج سيد. وهم وافقوا؟ الا وافقوا، هو اخوكي اترفد. سلام عليكم يا حاج. عليكم السلام. طب ده اخوكي سيد الناس، ده عريس لقطه يا اختي، ده ابوها كان فرحان مزعطط، كان الود وده يتحزم ويرقص. المهم العروسه بترقص ولا بطلتم؟ واحنا مالنا يا اختي ومال العروسه؟ ما دام ابوها موافق يبقى خلاص، انا راضي وابوها راضي، مالك انت بقى يا عيشه؟ حرام عليكم اللي بتعملوه ده، انتوا عايزين تموتوا ابويا. يا اختي اطلعي انت منها بس وهي تعمر، ورينا عرض كتافك. يلا يلا. عرض كتافي انت وسيف القاضي لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. حرام اللي بتعمليه ده يا سيده. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انت بتدعي عليا ولا ايه يا صالح؟ كل ده عشان مين؟ عشان ابن هنيه؟ هي دي اخرتها بعد كل اللي انا عملته لك؟ انا مش فاهم، انا مش فاهم انت كاره ابني ليه؟ زي ما اكون جايباه من حد غيرك. انا بكره الظلم وانت وابنك ظالمين. ليه؟ عشان ايه يا اخوي؟ عشان ايه؟ انا مش فاهم، انت عايز اكسر بخاطر الواد؟ يعني انا عايز اعرف لما الواد ده يزعل ويتقهر ويجرى له حاجه بعد الشر بعد الشر بعد الشر، اعمل ايه انا بقى؟ انا يا اخويا عايز اسعد ابني، عايز يفرح ويزقطط كده في الدنيا. تقومي تسعديه على حساب تعاسه اخوه ابن ابوه. انا ابني عندي اهم حد في الدنيا دي عشان تبقى عارف. وبعدين يا اخويا انا لا اول ولا اخر واحده بدت مصلحه ابنها عن مصلحه غيره. يكون في علمك بقى، انا جوازه دي بريء منها اليوم الدين وماليش دعوه بيها. وبخلي ابنك المحروس بقى يروح يحط ايده في ايد نسيبه الجحش ويقول له انا ابويا مات. انا لا يمكن اتجوز اللي اسمه سيف ده، ده الموت عليا اهون من اني اتجوزه. ليه بقى يا اختي؟ ماله سيف؟ ناقص عين ولا ناقص رجل؟ راجل ماله هدوم، واي بنت تتمنى تتجوزه. يا اخي القلب وما يريد، انت ايه؟ هي عندها الفلوس كوم واللي قلبها بيحبه كوم. مالكيش دعوة انت يا نرجس، خليكي في حالك. يعني ايه ماليش دعوة؟ انا ما اقدرش اشوف حال مايل واسكت عليه. هو انت ايه؟ عاوز تقهر البت؟ لا شيخ والنبي، ما هي مش بنتك، انت مالك انت؟ دي بنت انا حبيبتي. ما هي لو كانت بنتك كان الواحد سمع زغرتك من اول الشارع. انما على رأي المثل ما يبكي على الميت غير كفنه. يا ساتر، هو انت ايه؟ عينك وروحك القرش يا راجل، توب اعمل حاجة لدنيتك، توب. ما انا توبت، كان عندي بوزة ولا بتاع علافة، عايزين نعمل ايه بقى اكتر من كده؟ ودي توبة دي؟ استغفر الله العظيم يا رب. قال على رأي المثل، قالوا للقردة تبرقعي، قالت ما انا وشي واخد على الفضيحة. فضيحة؟ طب يلا غوري غوري من ما تمدش ايدك، غوري يلا. مش هتأثر العمر. وعلى الله لقيك قاعدة جنب البت دي وبتزن في ودانها. يكون في علمكم بقى الجوازه دي هتتم والعريس هو سيف. تطلعوا وتنزلوا تضربوا دماغكم في الحيط، هو سيف. انا مش مستعد اجوز بنتي لواحد امه كانت خدامه. اودي وش من الناس فين؟ لا ده انا اروح في كل مان. اركن الشوال ده بره، انا عايز الدكانة رايقة. السلام عليكم يا معلم سيد. وعليكم. ممكن نتكلم مع بعض شوية؟ يا ابن اركن الشوال هات. نعم معلش، اصل كنت جاي في ساعة زنقة كده وعندنا شغل يا فندم. ما تخافش يعني مش هعطل حضرتك يعني. قول واختصر. يا معلم احنا مش كنت. احنا هنقعد بعد لك عندنا شغل. اسف يا معلم، احنا مش كنا اتفقنا يعني بالنسبه للموضوع انا وصرية ان احنا نستنى لحد ما الحاج يقوم بالسلامه؟ شوف يا عبد الرحمن، انا ما عنديش بنات للجواز، البنت اللي عندي طارت فتحتها،
وادعي لها بقى ربنا يتمم بخير. ادعي. وهي هي هي, هي وافقت؟ انت مالك وافقت ولا ما وافقتش يا جارع على الله؟ الكلمه كلمتي انا ولا انا يعني طرطور؟ لا العفو بس الشرع بيقتضي. انت هتقعد تقول لي اقتضي وشرع؟ بقول لحضرتك ايه؟ ربنا يسهل لك ويرزقك ببنت الحلال. يعني ده اخر كلام عندك؟ اديك جبت المفيد. كنت فاكر مصلحه بنتك تهمك. انا لو مصلحه بنتي ما تهمنيش كنت جوزتها لواحد زيك. بالسلامه يا اخويا. بالسلامه. بالسلامه عريس الغافل. ما تتصورش سعادتي قد ايه احنا رجعنا لبعض وهنحقق كل احلامنا ونعوض كل اللي فاتنا. اوعدك ان كل اللي حلمنا بيه من واحنا صغيرين لغايه النهارده هحققه لك ان شاء الله. ويا ترى انا طبعي زي طبعك؟ هما مش بيقولوا فولا واتقسمت نصين؟ متهيالي كانوا بيقصدونا بالمثل ده. المثل ده وغيره أي حاجة جميلة هتلاقيهم بيقصدونا. اتنين كانوا بيحلموا ببعض واتقابلوا في الحقيقة، في أجمل من كده؟ بس أنا خايفة إن كل لسه بنحلم ونفوق على حاجة تانية. الشر بره وبعيد، اللي يخليك تفولي علينا كده؟ الفول في قلبك، البت دي انت مسؤولة عنها من هنا ورايح، مفهوم؟ لا مش مفهوم يا سايد، فهمني قصدك ايه؟ قصدي انها لو خرجت بره باب البيت هيبقى وقعتك طين. لا يا شيخ، اياكش عايزها تعملها في السجن وانا ابقى عليها السجان. اديك فهمتيني يا روح خالتك. يكون في علمك يا سايد، بنتك سرايا ما هياش صغيرة، وانا ماليش كلمة عليها، يعني ما اقدرش اقول لها اخرجي او ما تخرجيش. طب قسما عظما لو دريت بس ان البت دي خرجت بره باب اوضتها لكوني محصلاها انت كمان في الشارع. اظن كلامي واضح ومنور كالشمس يا اخي. ناه شايفه يا حاجه شجر بسين. ها ايه رايك بقى في الفيلا دي؟ مالها يعني؟ اصلها عجباني قوي. يعني ايه مش فاهمه؟ يعني انت عايزنا نعزل ونيجي نسكن هنا؟ ابوك مش هيوافق. خليه هو هناك هو وعيشه وانت تيجي تقعدي معانا هنا. معاكم يعني ايه؟ مين انتوا؟ مين انتوا يعني؟ يعني قصدي انا يعني انا وسرايا. يوكتك نايبه. لو انت يا واد عايز لما تتجوز السنيورة سرية تعيش لوحدك وتسيبني؟ لوحدي ازاي؟ ما انت هتبقي عايشة معايا. واسيب ابوك؟ لا ده انت اتهبلت بقى. انا اسيب ابوك؟ ما اقدرش اسيب ابوك لوحده ابدا. مين قال لوحده بس؟ ما هي عيشة تقعد معاه تخدمه وتشوف طلباته. انت جرالك حاجة في عقلك؟ انا ما اقدرش ابعد عن ابوك يوم واحد. ده ابوك ده عمري حياتي. انا هسيب ابوك، انا هفرط في الحاج صالح بعد الزمن ده. لا هفرط في روحي، ده مستحيل. اشتلك منابي. يلا سامبي. بسم الله الرحمن الرحيم. فين المعالي؟ ليه؟ قلت
انا اللي مستغرب له يا اما هو ابويا. مال ابوك؟ يعني ايه؟ ليه بيفرق بينك وبين مراته التانية؟ بيفرق؟ بيفرق من ناحية ايه يعني؟ يا مش عارفة يا اما. يعني احنا عايشين زي الحاجة سيدة ولادها؟ لا عايشين احسن. في ايه؟ بياكلوا ثلاث طقات واحنا طقة واحدة؟ لابسين واحنا عريانين؟ عندهم فلوس واحنا بنخبط على البيبان؟ سكت لي يا شوكولاته؟ ما تحمد ربنا. الحمد لله الحمد لله. بس ما تنسيش كمان انه خليني ما كملش تعليمي. نصيبك. حد عارف نصيبه ايه؟ وبعدين انت اللي وافقت. ما انا ما كنتش عايزه يزعل. وهو عوضك وعلمك، اداك مهنته العطاره، بقيت عطار قد الدنيا. شوف الخايب النايب اللي فيه كل العبر، كلب البراري ابن سيد عامل ايه؟ بيتجوز ويطلق كل يوم. تفتكري الحاجة سيدة بتدافع عنه زي كده؟ قبلة الحاجة اكتر واحدة بتحب الحاج. يعني انت موافقة وراضية على اللي بيحصل ده؟ طبعا راضية. يا سلام، وانا كنت اطول ده؟ انا ربنا بيحبني حب. قال ايه؟ اتجوز سيد الحاج صالح. ومين اللي اتجوزهولي؟ قبلة الحاجة سيد، وخلف منه عبد الرحمن صالح. بعد كده اطلع قليلة الاصل وافرق وقول هي عندها وانا ما عنديش. كفايه كفايه دخلت ابوك عليا للدرجه دي؟ اكيد ابويا ده امه ده عياله. ربنا يجعلنا من بركاته. وبعدين يا نينا ايه العمل؟ هتتجوز وتجيب مراتك وتيجي وتعيشوا معانا هنا. ليه بس يا نينا؟ كفايه اللي عشته من حياتي هنا. انا عايز اسكن زي الناس اللي عايشين، احنا مش اقل منهم في حاجه. وما تسكتش هنا ليه يا واد؟ هو بيتنا ماله؟ وراح امك وحش. هو حضنك دي محدش قال وحش ولا حاجه، لكن خلاص بقى دقه قديمه ما يناسبنيش، ما ينفعش. والحي ده خلاص بقى حي اثري. اخصى عليك يا سيف. اخصى عليك يا سيف. بقى انت اول حاجه عايز تعملها لما تتجوز تسيبني وتروح تعيش بعيد عني؟ اخصى عليك يا سيف. بعد كل اللي عملته علشانك عايز تسيب امك؟ بس انا عارفه الكلام ده مش كلامك يا واد. تلاقي البت هي اللي طلبت منك كده، هي اللي مالت ودانك، هي اللي قلبتك عليا. انا عارف هما داخلين على طمع. هو انا بشوفها؟ هو انا بشوفها ليه يا واد؟ هو انت بتروحش عندهم؟ لا من جهة بروح، انا بروح كتير جدا، بس حتى لما بروح ما بترضاش تطلع من اوضتها وتيجي تسلم عليا. بنت الرفا دي جابت قلة الذوق دي منين؟ هي طول تسلم عليك وزي ابوها الجحش يوافق انها تعمل كده؟ ما انت عارفه يا نينا بقى هي كانت عايزه تتجوز مين. بص يا واد، انا صراحه ربنا كده مش عاجبني الحي المايل ده. يعني ايه؟ يعني انت ازاي تقبل على نفسك انك تتجوز واحده مش عايزه تتجوزك وعايزه تتجوز واحد تاني؟ ما هو لو التاني ده كان اي حد الا عبد الرحمن كنت قلتلها مع السلامه بستين دقيقه. لكن ما دام بقى هي بتحبه يبقى لازم احرمه منها. وعلشان كده يا نينا عايزه اثبت لها انها هتعيش معايا عيشه ما كانتش تحلم بيها. كلام معقول. تصدق عندك حق، انت لازم تثبت لها. بس لو ابوك يوافق نروح كلنا نعيش معاك. البركه فيكي بقى يا حاجه. ضحكتين من بتوع زمان وابتسامه وغمزه، اكيد هيوافق. ليه؟ ماله البيت؟ نسيبه ليه؟ يا حاج البيت قدم. بعدين الحقيقه الواد سيف خدني فرجني على فيلا شكلها من بره بس يشرح القلب، وعليها جنينه ترد الروح. بلا تشرح القلب بلا ترد الروح. انا ما عنديش استعداد اسيب البيت اللي عشت فيه حياتي كلها. يعني احنا هنسيب الواد يسكن لوحده بقى ولا ايه؟ هو حر. هو حر، وانا بقى اعمل ايه؟ افضل رايحه جايه بقى ان شاء الله بيناتكم كده حيرانه؟
تحتاري ليه؟ يعني إذا كنت عايزة تروحي مع ابنك روحي، أنا مش هزعل. غصب عليك يا حدك، وقدرت تقولها وأنا أقدر أعيش يوم من غيرك يا راجل. أنت نسيت، نسيت لما كنت بتروح عند اللي تنشك في قلبها كنت بيجرى لي؟ ده أنا كنت هوج أبقى رايحة جاية من الأوضة لأوضة ومن شباك لشباك، قلبي ما يهداش ومرتاحش غير لما انت ترجع وتروحي تردلي. فاكر، بس دلوقتي انت عايزه ايه يا سيده؟ حيرتيني معاكي. ما انت اصلك خلاص ما بقتش تحبني زي الاول. مين قال كده بس؟ عمايلك. عمايلك يا صالح. عمايل انا ولا عمايلك انت؟ طب قولي بجد بجد لسه بتحبني زي الاول؟ لو قلت لك اني بحبك اكتر من الاول مش هتصدقي. طول عمري بصدقك، بس عايزك تقولي حقيقي بتحبني. شوف يا سيده، في الحب الناس صنفين، صنف لما يحب يحب الدنيا كلها، والصنف التاني لما يحب مستعد يهد الدنيا كلها عشان ما حدش يشاركه في حبه. أهو أنتي من الصنف ده. عندك العين، أنا فعلا من الصنف ده، بس أعمل إيه؟ ما أنا وعيت على الدنيا على حبي ليك، على حبك ليا، وأنا قلبي ما اتفتحش غير مرة واحدة ليك أنت يا سيد. الله على كلامك الحلو، بيخليني أحس إني لسه عايشة دلوقتي، بس اتأكدت انك لسه بتحبني. وهفضل احبك مع كل نفس بتنفسه. يخليك لي يا غالي. يبقى هنروح بقى نعيش مع الواد سيف في الفيلا اللي هيشتريها. شوف يا سيدة، انا مستعد انفذ لك اي طلب تطلبيه الا اني اسيب البيت ده. اهو ده اللي مش ممكن ابدا على رأي الست ام كلثوم. عريسك اشترى لك حته دين سرايا فخمه، ابوك ما كانش يحلم يمشي قدامها. ما تحلمش يا سيد، اتكل على الله وروح عيش معاه فيها وريحنا منك بقى. ما انا ناوي على كده برضه، كل يومين ثلاثه عشقر عليهم، اول واحد ياكل له حته زفر حلوه، يشم له شويه هوا نضيف من الجنه اللي هناك، بدل المخروبه اللي احنا فيها دي، اللي نبات فيه نصبح فيه. منك لله يا راجل، بالذمه انت اب انت؟ بقول لك يا سرسر، بص يا سرسر، بص يا سرسر، اسمعيني بس، لدام عريسك طلع مقتدر كده ومش محتاج، يبقى خلاص، شقة أمك مش محتاجاها، سيبيني أنا ونرجس نقعد فيها. وأنا ما أقدرش أخلف وصية ماما الله يرحمها. وأنت مش هتخلفيها، مش أمك وصيتك إنك أنت تقعدي فيها لما تتجوزي، وهو عريسك حل المشكل وجاب لك سكن قبها. بيت ماما هيفضل مقفول يا بابا لحد ما أتجوز. وإحنا بنقول إيه؟ ما أنت هتتجوزي هتتجوزي. لما اتجوز جوازتي الحقيقية. خدوا بقى قلة الأصل. لعلمكم الخميس الجاي كتابك على سيف، الخميس الجاي كتاب ودخلة. ها اعملوا حسابكم يا جماعة، انتوا معزومين على فرح بكرة يعني كلكم ان شاء الله. يا ألف نهارابة يا سيف. ربنا يتمم بخير يا سيف. ألف نهار مبروك يا سيف. ها يا عبدو، ما قلتليش مبروك يعني واحنا مش اخوات ولا ايه؟ وفرح يبقى فرحك. ربنا يتمم بخير. هو هتتاخر بكره؟ امال مين يعني هيشهد على العقد يعني؟ ان شاء الله. من قلبك يا عبدو؟ وانت يهمك قلبي في ايه يعني؟ مش كنت تسأل عليا وتطمن على حالي؟ انت دايما في بالي يا صالح، وحالك شايفه قدامي بإذن الله اللطيف الخبير. عرفت ان انا عيان؟ المرض مرض النفس يا صالح. يبقى حالي مش عاجبك؟
أنا خايف عليك يا صالح. من إيه؟ من الآخرة، من ساعة الحساب. أنا الحمد لله مسدد كل ديوني. لكن لسه في دين عليك. أنا خايف تنسى تسدده ويفوت الأوان. أنهي دين؟ دينك ناحية هنية مراتك وعبد الرحمن ابنك. مرضي منعني أجوز عبد الرحمن من البنت اللي اختار. دي حاجة مش بإيدك يا صالح، وممكن عبد الرحمن يلاقي اللي يداويه ويعوضه عنها، لكن الدين اللي بقصده شرع الله يا صالح، حق مراتك وابنك في ثروتك، ده حق الله ليه بتهمله؟ راجع نفسك قبل ما يفوت الأوان، وتروح لله الواحد الديان. يا ترى في العمر باقية؟ لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. حق نعمان؟ لا يعلم الغيب إلا الله. حق نعمان؟ استنى استنى حق نعمان. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شكلات ايه النوم ده كله؟ شكلات اتاخرت. بسم الله الرحمن الرحيم. عبود، هو انت صاحي؟ امال ما قمتش ليه؟ دي ساعه بقت 9. اصل ما فيش شغل النهارده. ما فيش شغل؟ ليه؟ عيد ولا موسم؟ عمال واخدين النهارده اجازه عشان فرح سيف. ايوه النبي صحيح، ده انا كنت ناسي. اكمني يعني، مش عايزه افتكر بالعين. معلش يا دنان، الهي يحرق قلبهم اللي ظلموك. شوكولاته، قوم اغسل وشك وصلي على النبي. صلي على النبي قوم اغسل وشك كده، والبس بدله كده، بدلتك اللميه، وتأمى. تعالى انا وانت وام علي وصفيه نروح نزور السيده الطاهر، نتبارك يمكن تفك العكوسات. معلش انا محتاج اقعد لوحدي. اقعد لوحدك؟ والختمه لا يمكن. اسيبك كده يا دنايا؟ واد يا شوكولاته، انت فاكر امك عجزت ومش حاسه بيك؟ لا والله حاسه بيك. قوم يا ابني، بتتقلب يا ابني ليه؟ عمال تتقلب من جنب لجنب زي السمكه اللي على الشوال. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ابارك. ما تغصبيش عليا يا امي، ما تغصبيش علي، أنا هرتاح لما أبقى لوحدي. خلاص يا نرجس، اتحكم عليا بالإعدام. مش حرام؟ مش حرام حياتي تضيع بالشكل ده؟ كبت عليك يا اختي، يا ريت كان في ايدي حاجه وانا اعملها لك. يعني ايه؟ مفيش فايده، مفيش امل، مفيش حل اقرب من المصيبه اللي انا فيها دي. لقيتها. بقولك ايه يا ثريا؟ ايه؟ جتني حته فكره، لو هتعمليها هتخرجك من اللي انت فيه ده كله. طب قولي قولي لي ايه هي؟ الف هنا وشفا يا حبيبي. الله يعينك. اعمل لك شاي؟ اه، وابعتي لامك. حاضر. يوجدك ايه يا سيف؟ انا مش عارفه الواد ده انا ابعد عنه ازاي. عسل عسل عسل. عسل اسود. بابا عايزك هنا. عايزني في ايه؟ معرفش، قال لي اندهي لي امك. انت مش فطرتيه؟ فطرته وداخل اعمل له الشاي. خلاص، يبقى انتوا عايزين مني ايه انت وابوكي؟ ده حاجه غريبه. انت عاوزني يا حاج؟ تعال يا سيده. خير يا اخوي؟
اقعدي قدامي. ملك يا صالح. عاوزك معايا. يبقى انا فهمت. يبقى انت فكرت ان احنا بقى نروح نعيش مع الواد سيف ونعيش كلنا مع بعض. لا، انا عايز اكلمك في حاجه اهم بكتير. خير سيده؟ انا حاسس ان اللي فاضل من عمري قليل قوي. بعد الشر عليك، ان شاء الله اللي يكرهك اخسى عليك يا صالح. ليه بتقول كده؟ ولا انت قصدك بقى تعكنن عليا يوم فرح ابني؟ لا لا، بس انا عايزك تسمعيني كويس سيدة. احنا غلطنا وارتكبنا ذنب كبير، وربنا هيحاسبنا عليه حساب عسير. استغفر الله العظيم يا رب. ذنب؟ ذنب ايه يا اخويا اللي احنا عملناه؟ بني ادم ما بيغلط من غير ما يدرى، ربنا غفور رحيم. لكن لما بني ادم يكسر حد من حدود ربنا وهو عارف انه غلطان وما يحاولش يصلح غلطه، يا ويله من عذاب جهنم. اقطع دراعي ان كنت فاهم حاجه من اللي انت بتقوله. سيدة انا بقول لك الكلام ده عشان تلحقي نفسك قبل فوات الاوان. احنا ظلمنا هنيه وظلمنا عبد الرحمن ابني. قول كده من الصبح وانا اقول يا بنت فيه ايه دلوقتي بقى الفوله. اصلك زعلان لما شفتني مبسوطه لي شويه، قلت يا واد لازم عكنن عليها. اكمني العروسه فضلي تبني على ابن هنيه. تصدقيني انا دلوقتي ما يهمنيش مين يتجوز مين، كل دي حاجات صغيره وممكن تتعوض وممكن تتصلح، وذنبها مش قد ذنبنا. وبعدين انا مفيش في ايدي حاجه اعملها، لان الفلوس كلها مكتوبه باسمك. يوه 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 يوه، اجيب عيالك يسمعوا؟ ما هي اصلا الفلوس دي بتاعت مين؟ ما هي فلوس ابويا. انا بس اللي ما بحبش اقول الكلام ده عشان تفتكرش ان انا بعايرك. وبعدين اسمع، قولي هنا، انا عايز افهم البرنسيسة هنية دي يوم ما انا اتخبطت في نافوخي وجوزتها لك في اليوم الاسود الاخبر كانت حيلتها ايه؟ دي كانت جايلنا بالهدمة اللي عليها، حتى الهدمة انا اللي كنت مديها لها من دولابي. جاي النهاردة تقولي هنية وابن هنية؟ انا في الاول اشتغلت بفلوس ابوك، لكن قبل ما يموت وهب لي كل حاجة بضمير مرتاح، لان هو كان عارف انا تعبت قد ايه في الشغل، وكمان كان مطمن عليكي معايا لانه عارف انا بحبك قد ايه، وان لا يمكن اغدر بيكي في يوم من الايام. سيدة انا عايزك تفتكري كويس، انا يوم ما كتبت كل حاجه باسمك ما كنتش اتجوزت هنية، ولا كنت خلفت، ولا كنت بحلم اني اكلف. لكن بعد كده ربنا رزقني بورثه منك ومن هنية، كل واحد منهم لازم ياخد حقه حسب شرع ربنا. اسمع يا صالح، انا عندي حق الفلوس دي، ولا هنية وابنها في يوم في عمري ياخدوا مليم احمر، وكفايه اللي كان بياخده من الوكاله وانا ساكته. حرام عليكي، الواد ما بياخدش غير حقه كاجري في الوكاله. وبعدين شوف الوكاله بقى شكلها ايه بعد ما هو وقف فيها. طبعا، ما انت لازم تقول كده، مين يشهد العروسه؟ سيدة انا قلت لك الكلام ده عشان اخلص ذمتي قصاد ربنا، وانت حره. ايوه اديك جبت المفيد، احلى حاجه قلتها لي السعادي، انت حره انا حره. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ده عبوده اللي نايم هناك ده؟ لا، ايه انا ابني مكشر كده؟ انا ابني بيضحك ووشه زي البد. قوم يا حبيبي قوم، قوم، مفيش حاجه تستاهل زعلك ابدا. قوم يا اخويا كده، قوم وفسحنا، نفسي اروح جنينه الحيوانات واركب فوق الفيل. اخسى عليكي، وذنب الفيل ايه؟ وانا كمان نفسي اتصور قدام جبلية القرود. طب ابعدي شويه عشان يعرفوكم من بعض. قوم يا اخويا، قوم وفرفش، محدش واخد منها حاجه. وانا عليا اعمل السندوتشات، وانا بقى حامله لكم الترمس شاي عشان عارفه ان عبد الرحمن بيحب يشرب شاي كتير. أيوة. وانا عليا الكركديه
عشان يروق دمك. إله اللي زعلك يتوكس. يا رب يا رب. قوم يا شوكولات، معاك خمس نسوان زي الفل اهو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وانت في وسطيهم ديك البرابر. قوم يا شوكولات، قوم يا عبود عشان خاطر أم، قوم يا زينة البر كله، قوم. إن شاء الله عدوينك اللي يزعلوا يا أخوي. حاضر، هقوم عشان خاطركم. جرابت ولا بقاليش كلمة عليكي ولا إيه؟ يعني ايه ما انتش عايزه تروحي فرح اخوكي؟ هو ده مش اخوكي ولا مش اخوكي ولا ده عدوينك؟ يا نينا قبل كده قلت لحضرتك انا مش هروح الفرح، يعني مش هروح الفرح. بيعجباني قوي حضرتك، البنت مؤدبه قوي قوي قوي، والناس يا اختي لما ما يلاقوكيش في الفرح يقولوا اخته مش في الفرح ازاي، ولما الناس برضو ما يلاقوش ابو العريس يقولوا ايه، عنده فرح تاني؟ ابو العريس الناس كلها عارفه انه عيان. وسيسيف اخويا بقى ما كانش يقدر يستناه لحد ما يخف ويقوم معاه؟ لعلمك بقى أبوكي عارف وموافق على اللي احنا عملناه. موافق؟ موافق لأنه مش عاوز يروح يحضر، لكن لو أبويا كان موافق وراضي كان قام وراح معاه ولا همه عياه. طب انكتمي نقطيني بسكاتك يا بنتي. انتي ما تشبهليش خالص خالص، أنا مش عارفة انتي طالعة بالروية لمين. مش عارفة طالعة بالروية لمين ولا حقانية لمين إلا بالحق يا نينا. نعم. وانت لما خلفتي سيف الواء ولا الماء؟ غوري من وشي غوري من وشي. ما بصي اختفي بقيت اليوم. ما جاتش مش هعديها لها، هنشوف عمل فيها ايه. نينا عايزك دقيقة واحدة. انا يا اختي تعالي يا نينا. فين عليا يا واد؟ العروسة لسه ما وصلتش. مالك متصربع كده ليه؟ اي زمان جاي تلاقيها عند المدعوه ده اللي بيروح يبوظوا شعرهم عنده. انا نبهت عليهم تبقى موجوده هنا الساعه 8، يعني تيجي الساعه 8. خلاص هدي نفسك، المأذون فين؟ انا بعت بصلح يستعجل. خلاص هم زمانهم جايين. خلاص اوعى اوعى اوعى. ايه يا عم سيد؟ ايه يا عم سيد؟ في ايه؟ فين العروسه ما جاتش؟ يا عم ما تقلقش، يعني ايه هتضيع؟ ليه بس اتاخرت السنكه ولا حاجه؟ بتقول مش عايز يبقى قلبك رهيف كده؟ اجمد وخليك راجل من اول. لا اطمن، انا كلامي راجل بيرفكس، البضاعه عندي سلمها في وقتها، سلم واستلم. انا راجل كلمتي 100 100. يا عم استنى شويه. ايه اللي اخركم كده؟ معلش يا سيف، اصل الكوافير عنده النهارده كل ستات البلد، تقولش كلهم فجاه عايزين يتجوزوا؟ خلاص خلاص، خد عروستك يلا وروح اقعد في الكوشه، يلا مش عايزين فضايح. ورقصه لسه ما جاتش. ولا يهمك يا سيف، حتى لو ما جاتش انا غني لك رقصه اعمل لك كل حاجه. ده فرح سرايا وزيد ده كلام. انت يا اختي انت هتفضلي مبوزه كده ولا ايه؟ الناس يقولوا علينا ايه؟ هو احنا غاصبينك؟ لا يا حاجه لا، ما تقلقيش خالص، هي ان شاء الله هتفرفش وتضحك وتبقى كويسه، كله هيبقى تمام، هو بس المأذون يجي وكل حاجه تبقى كويسه ان شاء الله. طيب يا اختي ما نشوف. ما يلا يا واد خد العروسه روح اقعد في الكوشه. هنقعد من دلوقتي؟ من دلوقتي اقعد جنبها؟ ايوه اسمع الكلام يلا. تعالي تيلك. ايه النظام يا حاجه؟ الليله ناشفه ليه يعني؟ مفيش لا رقاصه ولا مزيكا ولا اي حاجه. مساء الخير. مساء الورد. خليك معايا انا هنا يا جعش. اللي معاك اهو، واللي معاك هم راحوا فين؟ ده ايه النصايب دي يا ربي؟ منك لله يا سيف. بقى انا اسيب واحد اسمه جعش. اذنك معاك
يا شتلاته. يا ريت اقفلي الباب يا اختي، كبيتي الشاي كله علينا. عجبتكم الفسحه؟ اهي دي الفسح ولا بلاش؟ ان شاء الله يخليك يا عبد الرحمن يا ابني يا رب، عمري ما خرجت معاك الا ورجعت مبسوطه. انا مش صعبان عليا غير الفيل الغلبان. سهر يا ام علي انت كده عينك مني. الفيل؟ لا قصدي عبد الرحمن. اخس عليكي، ده ابني وانا مربياه. لا ما تقلقيش يا حبيبتي، انا اللي عيني مني. ايه؟ ان جيتوا للحق ولا انت ولا هي، انا اللي عيني مني. نور عيني وحياتي وروحي. ربنا ما يحرمكيش منه ابدا. والهي كملي كملي يا صفيه كملي، ولا اقول لكم استنى ادعوا معايا وقولوا يرزقك ببنت الحلال يا شكلتها يا ابن بطني، قولوا امين. امين. وينجح مقصدك، قولوا امين. امين. ويلوي امك ويشعتفها يا سيف يا ابن سيده، قولوا امين. امين. ده عايزاها هي اللي تسمع. امين. حلو، قول ورايا يا معلم سيد. انا اقول وراك ليه؟ انا اخاف من حد؟ انا اقول قدام التخين. انا قصدي يعني ترد عليا. ارد عليك يا عمنا؟ قال لو انت جاي تكتب الكتاب ولا هتغني. وبعدين معاك بقى، وبعدين معاك يا عم سيد، ركز معانا شويه، عايزين نخلص بسرعه. كل كلمه يقولها مولانا اقول زيها. بس خلاص انا كده فهمت، يعني اي حاجه اقول عليها الشيخ اقول زيها، مش كده؟ بالظبط يا عم سيد، متشكرين ليك قوي. الله يكرمك. تمام، اتفضل يا مولانا، هات ايدك. هات. زوجتك يا عم؟ لا يا عم، مش انا اللي هتجوز، البنت بنتي اللي هتتجوز. يا حفيظ يا رب، مفيش وكيل غيره للعروسه؟ الله، وده اللي ناقص بقى، ابقى عايش على وش الدنيا ويجيبوا لبنتي اب جديد. لا يرضيك كده يا سي سيف. بعدها لك يا معلم سيد، ما تخلصنا بقى يا اخويا، انت هتفضحنا ولا ايه؟ الناس هتقول علينا ايه؟ طب شوفوا بقى له. يعني وانا اللي غلطان دلوقتي؟ يروح يجيبوا لنا مأذون مسطول ويقولوا عليا انا اللي غلطان. سرايا بين الحكايه هتبوظ هتبوظ باذن الله. ليه؟ ابوكي متقل العيار حبتين وبينه هيطين الليله عليهم وعلى المعازيم وعلى دماغهم كلهم. يا رب تبوز الليله دي يا نرجس. اصبري، يمكن تيجي من عند ربك، ربنا كريم. قول يا رب. يا رب. لقينه الكلام يا مولانا وخلصنا. دي اخر مره، بعد كده هقوم اخد بعض وامشي، انا لسه ورايا جوازتين وثلاث طلقات. طلاق ايه يا غرا؟ فالله ولا فيالك، ده انت راجل نعس صحيح، عقيلك. ولا يا سيف، هو ايه اللي بيحصل ده؟ هو الراجل ده شارب حاجه ولا ايه؟ معلش يا حاجه طولي بالك، هو طول عمره كده بيحب يهزر، مع ان هزاره غتيت وسائل قوي. يلا يا مولانا قول ورايا، ولا بلاش ورايا دي احسن، مش عجباك. قول معايا، زوجتك ابنتي هي العروسه اسمها ايه؟ سرايا يا مولانا. الله، ما تلاقيش كده باسمها. معلش غصب عني انا اتلخبطت، سرايا البكر الرشيد. لا بقى، هي لا بكر ولا رشيد، هي سرايا بس. والنبي يا عم سيد خليك معايا شويه. ما انا معاك اهو مولانا، انا فتحت بقي دلوقتي. لا يا عم سيد ما فتحتش، خلصنا يا عم سيد. انت لازم تفتح بقك وتتكلم. قول ورايا. معقول وراه ولا هقول معاه؟ قول قبل منه بس، الليله هتضرب مننا. خلص يا عم سيد الله يسترك. مش كده؟ اه تعالى يا سيدي. يا سيدي قول زي ما يعجبك، ورايا قدامي جنبي. المهم الاول قول زوجتك ابنتي. زوجتك ابنتي، هي دي بقى يابا اللي كانت عامله المشكله بينه وبين بعضينا، مش كده؟ بالسلامه انت بقى، مبروك اخويا، الف مبروك. نعم مبروك على ايه؟ هو احنا لسه جوزناها له؟ مش لازم هو كمان يقبل منك الجوازه؟ ليه بقى؟ ما ايه يعني لسه مش عايز يوافق؟ ما كان جالي هو ليه هو وامه وطلبوها مني. لا ده انت زودتها قوي يا راجل يا عره يا ناقص. انت قوم يا واد، الجوازه دي ما هياش نافعه. ده ايه المصايب دي؟ ايه العره والبلوه اللي انت جايبها دي؟ مش كده يا نينا؟ هدي خلقك امال. هدي خلق ازاي واحنا بقالنا نص ساعه مش عارفين نكتب الكتاب؟ ده ايه النصيبه دي يا ربي؟ خلاص يا حاجه خلاص، انا مش هفتح بوقي، كتمت خالص اهو. بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ما فضحتنا قدام الناس، بعد ما عرفتنا قدام اللي يسوى واللي ما يسواش، ده انت مصيبه. ايه يا واد البلوه اللي انت جايبني فيها دي؟ يلا يلا يا واد، هو انت ايه؟ ما اتجوزتش قبل كده؟ ده متجوز مرتين يا حاجه. خلاص يا حاجه، حقك عليا، انا مش هتكلم خالص اهو. الحقونا، في كارثه حصلت. حصل ايه؟ في ايه يا ست نرجس؟ في ايه يا نرجس؟ مالك؟ دي جوازه مش جنازه. جوازه ايه؟ ما خلاص العروسه هربت. هربت ازاي؟ اهو ده اللي كان ناقص.
لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.